وبشأن التغيير الذي طرأ في الولايات المتحدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بكم. يعني كيف تابعتم إقالة وزير الخارجية الأمريكي؟ من الرابح الأكبر من هذا التغيير سيد محمد؟ في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا الرابح الأكبر بالنسبة للبيت الداخلي الأمريكي هو ترامب، لأنه ريكس تيلرسون كان عثرة كبيرة أمام تنفيذ رؤية ترامب في السياسة الخارجية في العالم أجمع، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وهو كان الداعم الرئيسي للاتفاق النووي في الإدارة الحالية في البيت الأبيض وبالولايات المتحدة. وريكس تيلرسون كان قد صرح أن الاتفاق النووي هو جيد ويجب دعمه، بينما الرئيس الأمريكي يعتبر هذا الاتفاق كارثي وأسوأ اتفاق في الولايات المتحدة، فضلا على أن ريكس تيلرسون كان يعارض أسلوب ترامب في التعاطي مع ملف كوريا الشمالية واللقاء المرتقب بين الرئيسين الكوري الشمالي وأيضا الأمريكي، وفضلا عن الصراع مع روسيا. ويمكن القول بأنه روسيا هي أحد الرابحين في هذا التغيير، وإيران أحد أكبر الخاسرين في هذا التغيير، لأنها فقدت الأهم خلنا نقول مؤيد للاتفاق النووي، والآن باتت الشروط مواتية لانسحاب ترامب، لإعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، خاصة أن مايك بومبيو هو أحد أهم الذين قال يجب إلغاء الاتفاق النووي، وهو يذهب أبعد حتى من ترامب في التعامل مع النظام الإيراني والاتفاق النووي، ويقول يجب أن نضرب قواعد الحرس الثوري في المنطقة. فسنشهد المزيد من التصعيد والتشدد في السياسات. سيد محمد، في هذا الإطار يعني أنت أتيت بالزبدة حقيقة، ودعني هنا أقول لك، يعني القيادة المركزية الأمريكية عندما كما تعرف عندما تسحب أو تركن جانبا الحلول الدبلوماسية، ربما تلجأ الولايات المتحدة إلى الحل العسكري، حسب إذا ما اعتمدنا ما قالت القيادة المركزية الأمريكية، قالت إنها ستعتمد خيارات أخرى إذا ألغي الاتفاق النووي مع إيران. ما الذي تفهمه من هذا التصريح سيد محمد؟ هل هناك مواجهة عسكرية مثلا؟ جميع المؤشرات في المنطقة تقول بأنه الولايات المتحدة تبحث عن صدام عسكري، أنا لا أقول صدام مباشر بمعنى حرب تقليدية. على سبيل المثال، ميزانية الولايات المتحدة لهذا العام هي ميزانية تاريخية في جميع الحكومات التي تلت في الولايات المتحدة، وبلغت 770 مليار دولار. من هذا المبلغ 70 مليار دولار خصص للحروب الخارجية، يعني بالحرف الواحد هذا ضمن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة، 70 مليار دولار للحروب الخارجية. ونعلم أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة المشتعلة، والتركيز الأمريكي الكبير في هذه المنطقة نراه على إيران بالتحديد وسوريا، ودوما إيران الولايات المتحدة تكرر أنها ستضرب. والأمور الآن بدأت مواتية لتحرك ما أو صدام عسكري بشكل مباشر أو غير مباشر، أنا لا أقول حرب بل نقول صدام، هذه الظروف الحالية. إذا لاحظنا لكن سيد محمد دعني عفوا، يعني الجنرال جوزيف فوتيل يقول إذا ألغيت الخطة، يعني خطة إلغاء الاتفاق النووي، يتعين أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامج الأسلحة النووية. هل يقصد بذلك ضربة استباقية مثلا مفاجئة؟ لا أظن أن الولايات المتحدة تذهب حاليا ضربة عسكرية مفاجئة على داخل إيران أو على المنشآت النووية الإيرانية حاليا. طيب. الولايات المتحدة ستعتمد أسلوب كما اعتمدته مع كوريا الشمالية، ضغط تزايد الضغط لإرغام إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه هناك فرق شاسع ما بين الملف الكوري والملف الإيراني. كوريا الشمالية ليست لديها لم يكن لديها خيارات متاحة للتعامل مع التصعيد الأمريكي، والمقترحات التي اقترحت على كوريا الشمالية كانت مغرية بشكل كبير، لكنه الآن بالنسبة لإيران إذا تم إلغاء الاتفاق النووي، البديل سيكون أسوأ من الاتفاق النووي أو أقل فائدة لإيران من الاتفاق النووي، فضلا على أن إيران لديها خيار وهو الصين.
أن تتجه إلى الصين، ما سيؤدي إذا إيران اتجهت إلى الصين سيؤدي ذلك إلى تصعيد كبير بين الولايات المتحدة والصين داخل إيران هذه المرة، ويمكن أن بعد ذلك نشهد يعني بالمعنى الآخر أمامنا بعض الوقت لأن نشهد تصعيد كبير. نعم أنا لا أقول بكل تأكيد سنشهد تصعيدا ما أو مواجهة غير مباشرة في الإقليم، لكنه لا يزال بعيدون عن أن نشهد تصعيدا مباشرا كبيرا بين إيران والولايات المتحدة في الأشهر القليلة القادمة، لكنه سنشهد تصعيد كبير باللهجة الدبلوماسية والسياسية فضلا عن التحذيرات. أنا أريد أن أشير إلى التحذيرات العسكرية الهائلة. سيد محمد، ممكن أن تستغل الولايات المتحدة التظاهرات التي تجري في إيران بسبب الوضع الاقتصادي مثلا؟ يعني إذا أشرنا لتصريحات رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني واحد كبار صناع القرار الإيراني أحمد جنتي، الذي توقع قبل أقل من شهر توقع أن إيران ستواجه صيفا ساخنا خلال السنة الصيف القادم بالتحديد، وقال أنه سيتم زعزعة الاستقرار في داخل إيران من خلال ما تسميه إيران بالفتنة، يعني تسمي هذه الاحتجاجات بالفتنة. وطبعا ترامب وعد قبل فترة أنه سيعد العدة لدعم كبير للاحتجاجات الشعبية وتوفير الإنترنت بعيدا عن الرقابة الإيرانية لجميع أنحاء إيران، هذا ما وعد به من خلال الأقمار الإنترنت الأقمار. نعم سيد محمد، سيد محمد شكرا جزيلا لكم. من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.